السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخباركم ايه رجاله الثالثه ثانوي؟ الفيديو الثاني من مراجعات جريده الجمهوريه، واللي معروف عنها كويس قوي ان اسئلتها في اي ماده بتبقى محط اهتمام قوي من الطلبه، لان بيجي شبهها قوي في الامتحان. هسيب لك اللينك بتاع الملف اللي هنشتغل عليه ده ان شاء الله في خانه الوصف تحت. ما تنساش بقى سبسكرايب لو انت اول مره تشوفني، وشير للقناه على اكبر نطاق، عايزين ان شاء الله باذن الله الكل يستفيد. يلا على بركه الله. واحده واحده كده وشوف الجمل بتاعتها تتحل ازاي. بدايه ده يا جماعه الجزء الثاني من الوحده الاولى والثانيه والثالثه، مكملين مع بعض فيها الجرامر برضو، ومعايا الفوكاب. هنبدا بالفوكاب الاول، وبعد كده بناخد شويه سكيلز موجودين فيهم دمهم خفيف قوي ومهمين جدا، وبعد كده بنروح على الستوري ومنها على الترجمه. الجمله الاولى بتقول لي امير insisted on naming his new baby space his father. بيقول لي ان امير اصر على انه يعمل ايه في طفله الجديد على اسم ابوه. طبعا انا عندي يا جماعه insist on بمعنى يصر على. خد بقى عندك اشيل insist وحط persist، هيديني نفس المعنى بالظبط، معنى يصر على. يصر على ايه بقى؟ بيجي بعدها الجيرند، نيمينج ان يسمي ابنه على اسم ابوه. مصطلح كامل كده يا جماعه اسمها يسمي باسم، اسمها name after، يسمي على اسم. ما ترجمهاش حرفي صدقني مش تيجي معاك، احفظها زي ما هي كده. name after معناها يسمي شخص على اسم فلان. الجمله الثانيه، عمر was happy because the space elected him. عمر كان مبسوط لان مين اللي انتخبه؟ قلت هنا يا جماعه فعل بمعنى ينتخب، طبعا بمعنى ينتخب، وهو مبسوط يبقى انا اقصد الميجوريتي، ودي معناها الاغلبيه. طبعا كلمه ميجور معناها اساسي او رئيسي، عكسها كلمه ماينوريتي معناها الاقليه، وكلمه ماينر معناها ثانوي او غير هام. الجمله الثالثه، راديو اور تلفزيون بروجرام that can be downloaded from the internet is called a space. بقول ان الراديو تلفزيون او تلفزيون بروجرام يعني البرنامج التلفزيوني او الاذاعي اللي ممكن تم تحميله من على النت احنا بنسميه بودكاست، معناها حلقه اذاعيه. اربعه، why didn't you tell me that you had a space problem with your colleague before. وبيقول لي ليه انت ما قلتليش that you had، ان انت كان عندك ايه a problem with your colleague. colleague يا جماعه معناها او زميل اسف في العمل. طبعا ده ما ينسكش ان في كلمه اسمها كوليدج ودي معناها كليه. with your colleague before. طبعا يا جماعه ما قلتليش ليه ان كان عندك مشكله، عندك مشكله، فاستخدم had، فبقول had a problem. had a problem معناها كان له مشكله. الجمله الخامسه، the supervisor asked me to space many jobs at the same time so I was confused. بقول لي supervisor ده معناها يا جماعه supervisor اللي هو يعتبر المشرف، asked me to space many jobs، ان انا اعمل ايه في كتير من الوظائف. بص يا جماعه خلاصه الكلام، وللمره الثانيه في المراجعه الثانيه انا في عندي حاجه اسمها collocations، المتلازمات اللفظيه. عايز verb احطه هنا يمشي مع كلمه job على طول من غير ما تفكر هي كلمه do. make برضو نفس الكلام لحوار، وbring نفس الكلام برضو. earn طبعا بمعنى يكسب، وده خليك على فكرة بقى تفتكر كمان فعلين مع كلمة earn. يعني earn بمعنى يكسب بقى ايه؟ ممكن يكسب شيء زي money او living اللي هي قوت يومي او المعيشة. طب ده خليني اروح على win بمعنى يفوز شيء مادي، وممكن يعني ايه مادي؟ يعني win a cup win a medal ماشي، وممكن win a championship، وممكن وين كونتست اللي هي معناها مسابقه. في عندي بقى كلمه جين ودي بمعنى يكتسب، بتيجي يعني تحس انها معنويه اكتر، يعني جين ريبيوتيشن، جين كونفيدنس، جين تراست، جين انفورميشن، جين نوليدج، تمام. الحاجات دي كلها بتيجي مع جين. بالمناسبه كلمه جين ممكن استخدمها بمعنى يزداد، يعني ممكن اقول جين ويت اللي هي زاد في الوزن، جين هايت، ممكن اقول جين سبيد اللي هي معناها ازداد في الايه؟ في السرعه. طيب الجمله اللي بعد كده او السته، one of the government's rules is to remove all the space to have real investment. بيقول لي واحده من ادوار الحكومه انها تزيل كل الايه عشان يكون عندنا استثمار حقيقي. تزيل يبقى انا عايز شيء سلبي، يبقى انا بقول obstacles معناها عقبات او مشاكل. سبعه بيقول لي pottery how bowls pottery bowls are made of space.
يا جماعه الاواني، الاواني الفخاريه مصنوعه من 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 من, من ايه؟ فخاريه، اسمها فخاريه. يبقى كلي معناها طين او صلصال. 8 we all were proud، كلنا فخورين. سبيس في ريال اشرف when she won the gold medal in Tokyo Olympic Games. ركز معايا عشان proud بيجي معاها to وبيجي معاها of وبيجي معاها that. طب ايه الفارق؟ الفارق في انك هتقرا الجمله. على فكره جه في امتحان تاني سنه ومحافظه الجيزه، واغلب الناس اللي حافظه ان كلمه proud بيجي معاها of غلطت، لانه كان جايب بعدها فاعل ثم فعل ثم مفعول بسماه كلوز، واللي على اساسها بختار كلمه ذات. اما براود اوف بيجي بعدها اسم زي في ريال اشرف كده، براود اوف، ودي الاجابه بتاعتي. طب براود تو بيجي بعدها الانفينيتيف عادي. يعني الجمله التاسعه، في ريال اشرف واز براود سبيس وين ذا جولد ميد. سبحان الله سبحان الله، انا قلت لك على فكره لسه اول مره بقرا معاك الملف ده، بس انا في عندي انفينيتيف هنا يا جماعه اللي هو الفعل في المصدر، فهختار تو. 10 they took the space for an hour، اتكلموا ايه لمده ساعه without any results، من غير اي نتيجه. يا اهل الخير، هو ده مش فيرب؟ طب ايه اللي بيجي بعد الفيرب يا جماعه؟ اه اللي بيجي بعد الفيرب يا مستر الادفيرب حصل خلاص. argumentatively معناها بشكل جدلي او بشكل مطول في الايه في النقاش. الجمله 11 The teacher asked her to demonstrate her painting to the students. ولكن المدرس طلب منها انها تظهر، demonstrate معناها تظهر رسوماتها او رسمتها او لوحتها المرسومه للطلبه. ماشي، the word demonstrate، كلمه demonstrate هنا نوعها ايه؟ نوعها ايه؟ صيغه مهمه وسؤال مهم والله يا جماعه. ماشي، طبعا انا طالما انها جت بعد حرف الجر to demonstrate فاعلم تماما ان هي اقرب الى الفيرب اللي هو الفعل يعني. 12 they had a meeting to discuss a significant offer from another company. بيقول لي ان هم عملوا held هنا يا جماعه معناها يستحوذ على او يمسك، وممكن اقول يقيم اجتماعا لمناقشه عرض significant مهم from another country another company من دوله او من شركه تانية. I'm sorry، عكس كلمه significant اللي هي مهم هتبقى trivial بمعنى تافه، وممكن انفي significant بكلمة insignificant. تمام؟ 13 one of his dreams in the future is to be a space to travel into space. واحد من احلامه في المستقبل هو ان يكون ايه عشان يسافر للفضاء، يسافر للفضاء. فهقول عندي astronaut معناها عالم، رائد فضاء. طب ماذا عن astronomer معناها عالم فلك؟ الرجل هو يا جماعة متخصص في معرفة بدايه الشهر العربي بقى من المحرم بشغل الكواكب والنجوم والقصد كلها. دنتست معناها طبيب اسنان، سيرجن معناها جراح طبعا، في استرونوت هي دي الوظيفه اللي بيسافر فيها للفضاء. 14 بيقول لي بيلدينج جاينت بروجكتس معناها بناء مشروعات كبيره ان ايجيبت بروفايد مور جوبز جوب ام سوري فور يونج مين. بيقول لي ان بناء مشروعات كبيره في مصر بيوفر وظايف ايه للشباب، هتبقى فرص، فرص عمل، تبقى job opportunities معناها فرص ايه؟ فرص عمل. 15 بيقول لي the interviewer، interviewer ده يا جماعه باسم الفاعل معناها المحاور. لو انا حطيت اي هنا يبقى معناها المحاور. شلتها خالص بقى بقت interview تمشي مقابله وتمشي verb بمعنى يحاور. المهم ان interviewer ده asked the space about his opinion of the new evaluation method. سأل مين عن رأيه في طريقة التقييم الجديدة، فهتبقى جدعان عن the يبقى educationalist معناها أخصائي تعليم. 16 بيقول لي spectacular medical breakthroughs sometimes occur but they occur more commonly in science space than in the course of everyday scientific research. عايز يقول لي إن طفرة علمية رائعة أحيانا بتقع، ولكن الطفره دي او ماشي بتقع مور كاملي بشكل كبير يعني in science space في الايه العلمي اكتر من in the course of everyday scientific research. فاقول ان يعني يعني بتلاقي مثلا الحاجات اللي هي ما كناش متوقعين انها تحصل في ارض الواقع في الساينس فيكشن بتحصل بشكل كبير، اللي هو نتخيل ان ده لو كان هيحصل كان ايه اللي هيتم. 17 all the countries all over the world
try space to the fossil fuels with the solar energy. بقول ان كل الدول كل انحاء العالم بتحاول انها تعمل ايه في الفاصل فيولز معناها الوقود الحفري يا جماعه with the solar energy. خلي بالك بقى من with the. يبقى انا دلوقتي عندي وقود حفري بس هو بيخلص فانا عايز اشوف له بديل, فالبديل عندي هيبقى replace بمعنى يستبدل. 18 chatting has become our young men's main habit instead. حرف الجر اللي بيجي مع instead بيبقى instead of. وعايز افكرك ان instead of في الاساس بيجي بعدها gerund وممكن استخدم instead لوحدها, بس هيبقى الفارق عندي لما استخدم instead لوحدها يا جماعه هو ان انا ممكن استخدم instead يا في اخر الجمله الثانيه لما يكونوا جملتين جنب بعض, يا في اخر الجمله الثانيه, يا في نص جملتين بس بيكون قبلها الحركه دي اللي تعتبر عندي الفول ستوب وبعدها بيكون الكما. 19 the word powerfully. كلمه powerfully and educationally are two adverbs. ما انت واخد بال حضرتك بقى ان ده الشكل المشهور جدا لمساله الحال, على الرغم ان انا في عندي اشكال كتير جدا للحال. يعني انا في عندي حال شاذ كلمه جود, الحال منها ويل, وفاست هي فاست, وفي عندي حال بص بركز معايا في اخره ال واي وينفع صفه زي ويكلي دايلي ييرلي مونثلي, وفي عندي حال من صفه في اخرها ال واي باضافات قبل وبعد الصفه دي. يعني مثلا فريندلي كاوردلي فاذرلي لافلي سيلي. الصفات دي لما اجي اجيب منها الحال بعمل ايه بقى؟ بقول ان ا مثلا فريندلي واي او ان ان اجلي واي, يبقى او انا على حسب بدايه الصفه. 20 كورونا فيروس ديزيز از ا سيريس يونيفرسال سبيس ذات هاز افكتد ذا وورلدز ايكونومي. بقول لي ان مرض كورونا فيروس هو عباره عن ايه كوني خطير اثر على كل اقتصاد العالم, فهتبقى طبعا يا جماعه يونيفرسال ايشو معناها قضيه او مساله هامه. 21 We helped our chemistry teacher space a difficult experiment yesterday. يبقى ساعدنا مدرسنا بتاع الكيمياء في انه يعمل ايه في تجربة صعبة امبارح. طب عموما يقوم باجراء تجربة اصلا دي معناها او بيجي معاها do experiment. قلت لك الديريفاتيف زي مؤمن وعمل لك مفاجأة حلوة جدا زي معدتك في اخر فيديو ان شاء الله واحنا بنخلص سلسلة مراجعة الجمهورية. تعال بقى على جزء الجرامر. الراجل بيقول لي my car space till I have paid for the spare parts. بيقول لي عربيتي ما تصلحتش الا لما دفعت ثمن قطع الغيار. spare parts معناها قطع غيار يا جماعه. تمام, اكيد طبعا كلنا عارفين ان till في النص طالما بعدها past perfect اللي هو الماضي التام يبقى هنا past simple وبيكون negative منفي. ما تستعجلش بقى وتجري على didn't fix. اي نعم هي ماضي بسيط منفي, بس العربية عندي في التصليح هي اللي لم تصلح ولا لم تصلح. ايوه جدع صح, لم تصلح. فبقول wasn't fixed وده ماضي بسيط يا مستر. ماضي بسيط passive يعني لما تكون الجملة مبدوءة بمفعول هو ده شكلها. 2 she space until she graduates. ايه ده تاني؟ ها تاني كأنه بيقولك ركز معايا عليها عشان لها اكتر من شكل, بس المرة دي هنا بعدها present simple اللي هو مضارع بسيط, فده بيخليني استخدم قبلها فيوتشر. فيوتشر خلي بالك باي شكل من اشكاله, والماشي جوينج تو ماشي مثبت ماشي منفي ماشي. لان يا جماعه الاشهر طبعا في الفيوتشر او عموما في الجمله اللي بتيجي قبل تل وانتل هو ان يجيني الجمله نيجاتيف. طب على فكره بقى لو ما فيش هنا سبجكت ممكن الجمله في وجود المضارع البسيط هنا ممكن الجمله هنا تجيني جمله امريه. امريه يعني يكون اولها انفينيتيف مصدر الفعل او اولها دونت مصدر الفعل. 3 I had known my husband for 3 years before space married. ركز معايا كده, انا كنت عرفت جوزي لمده 3 سنين قبل before اهي مش دي رابط يا جماعه. قبلها مين ده؟ past perfect. بعدها مين؟ past simple. بس انا ما فيش عندي subject عاش, يبقى انا هختار الفيرب بلس ing وده حال بقى before لو ما فيش انا subject. بيفور بقى عندك افتر ماشي وين ماشي اون ماشي وايل ماشي. لو تفتكر كلمه هافينج برضو ما بيجيش بعدها اصلا سبجكت بس بيجيني بعدها الباست بارتيسيبل او التصريف الثالث للفعل. 4 جراند ما واز تايرد بيكوز شي سبيس افتر ذا كيدز اول داي. طيب واخد بالك من بيكوز, واخد بالك ان قبلها باست سمبل. طب بعدها يبقى ايه بقى؟ بعدها يبقى يا اما past continuous اللي هو الماضي المستمر اللي هو was where او الجيرند, او بعدها past perfect اللي هو الماضي التام اللي هو هاد والتصريف الثالث.
الاثنين على فكره ينفعوا في وجود بيكوز لما يكون قبلها باست سمبل. الفارق بقى عندي بعد ما تصلي على سيدنا النبي الاول. الفارق عندي ان انا هستخدم ده مع ماضي مستمر لو ده بيقطع على ده الحدوث. او هستخدم هنا ماضي تام لو ده حصل بعد ما ده حصل. طب هي كانت تعبانه لانها كانت بتعتني بالاطفال طول اليوم. طول اليوم واخد بالك من اول دي يا جماعه. طب معناها ان الشعور بالتعب ايه؟ طب انا عايزك تفكر معايا بالله عليك عشان في حلين هنا قريبين من بعض قوي وكل واحد فيهم ليه تفسير. انا فرضا هستخدم ماوس لوكينج. يبقى معناها ان التعب حصل في نص الاعتناء بالاطفال. والله مقبوله. ايه رايك بقى؟ تعبت او هي جدتي تعبت وهي بتعمل ايه؟ بتعتني بالاطفال. طب ممكن اختار هاد بين لوكينج؟ صدقني من غير ما احلف تاني مقبوله. ليه؟ لان فضلت تشتغل لفتره طويله ماشي يا جماعه وبعدين كان نتيجه الشغل الفتره الطويله ده انها بعد ما بطلته شعور بالتعب جه عليها او زاد عليها او طرأ عليها. تمام؟ فانا عندي يا جماعه حرفيا والله الاثنين منطقيين جدا. وانا عايزك تكتب لي في التعليقات لو انت شايفني او بتتابعني اكتب لي في التعليقات رايك ايه؟ وقد يكون رايك في صواب. وقتها هيبقى زي الفل. يبقى انت برضو اتعلمت منك حاجه. طب انت مستر شايف ايه؟ والله يا جماعه شايف انا الشعور بالتعب ده يعني اقول was looking after. صراحه انا شايف ده. ليه؟ لان عشان اختار ده معناه ان ده حصل الاول وبعدين ترتب عليه ده. طب ما انا ممكن شعور بالتعب يجي في نص ده عادي ويمكن ده الاغلب هنا. وانا برتاح اصلا ليه؟ مش انا برتاح عشان خاطر ببقى شغال في نص الحدث. لو انت مقتنع بدي قول لي ليه في التعليقات وانا صدقني احترمها جدا. الجمله الخامسه بتقول the space او space the house then a thief broke into it. وعايز اقول لك ايه بقى؟ لم تكد العائله تترك المنزل حتى. وخلي بالك من ذن هي طبعا الاختيارات كلها لم تكد حتى الحرامي دخل. طب انا لما اشوف كلمه ذن يبقى انا نصون الرسمي. يعني انا هفكر يا في الاولى يا في سي. طب الفارق بقى the family no sooner had left. ادي غلط لان انا عندي كلمه نو سونر لما يكون قبلها سبجكت هات دي بتيجي هنا يا جماعه بعد السبجكت على طول. فاجابت عندي الصحيحه هتبقى كلمه نو سونر هات ذا فاميلي ليفت. كنا متفقين ان زمن الباست سمبل او الباست بيرفكت ام سوري الماضي التام بيجينا على شكل سؤال لما اجيب نو سونر في اول الكلام. طيب سته ذا فليت سبيس اراوند ذا ستاديوم فور سم تايم بيفور ذي وير ستوب. خلي بالك انت من بيفور بقول لك ان اللاعبين الرياضيين سبيس اراوند ذا ستاديوم فور سام تايم يعني كانوا بيلفوا حوالين الاستاد يعني او بيجروا قبل ما يتوقفوا. طب حلو يبقى معناها هنا بقى ان الجري سبق التوقف يعني يعتبر ده حدث اولاني اللي هو الجري خلص وانتهى وبعدين حصل حدث ثاني بعده احدث اللي هو الجري. فهنا وانت مطمن بقى هتبقى هابي رانينج رسمي ما فيهاش جدال. طب ما ينفعش اقول وير رانينج يبقى معناها التوقف حصل في نص الجري لكن هو جري الاول وبعدين ها وقف عشان خاطر يرتاح. الجمله السابعه افتر مفيش بعدها فاعل ما تفكرش كتير يبقى الفيرب بلس اي ان جي. عايز يتوهك صح بقى يجيب لك بعد افتر طالما مفيش هنا سبجكت يا جماعه يجيب لك يا ارايفنج يا بينج ارايفد. طب الفرق في الجمله الثانيه دي لو ده بدأ بالفعل اللي حصل في الاختيارات يعني لو هو ده الفعل اللي قام بالفعل ده يبقى بختار جيرن طالما مفيش هنا ضمير. طب لو ده هو المفعول اللي وقع عليه الفعل ده فاختار بينج والتصريف الثالث. ركز فيها مهمه قوي يا جدعان صدقوا الناس كده بتلخبط فيها. 8 هافينج حلو قوي. هافينج بقى فيه اختيارين ينفعوا عشان بس على الايه على الدغري كده في arrested وفي بين arrested. ده لو الجمله دي مبدوءه بفاعل وده لو الجمله دي مبدوءه بمفعول. طب بالله عليك ذا ثيفز الحراميه في القاء القبض عليهم هم الفاعل ولا المفعول؟ لا هو هي كلمه هافينج على فكره بالمناسبه معناها بعدما القي القبض عليه فبقول بين arrested. ركز معايا برضو. 9 بنقول سبيس سينج نور في فيرب بلس ان جي يبقى طاير هافينج عشان بيجي بعدها الباسبورت اسمه. باي ذا تايم ما بيجيش بعدها اصلا جيران دي بطيرها بقى عندي اون وبيفور. يا ترى بقى لما شفت نورة اللي هي عندما رأيته لأن أم معناها عندما رأيته سلمت عليها
ولا قبل ما أن أرى، قبل أن أرى نورة سلمت عليها، مش منطقي يعني. فتبقى عندي أن، رغم أن الاثنين بيجي بعدهم جيرند، بس السياق يا صاحبي، السياق ماشي، والمعنى بتاع الرابط ومناسبته للجملة اللي مكتوبة عندك. 10 after I got to the station، بعد ما وصلت للمحطة. بالمناسبة هنا got ماضي بسيط، I found out، اكتشفت، ده اسمه فعل إدراك. لما بيجيني فعل الإدراك ده، خلي بالك في نص جملتين، اعرف ان طالما قبله ماضي بسيط يبقى بعده على طول هيكون ماضي تام. ماضي تام بقى اللي هو ده ولا ده؟ لا، هو القطر هنا يا جماعة في المغادرة هو الفاعل، مش هو اللي تمت مغادرته. يبقى القطر هنا هتبقى هاد ليفت. 11 بيقول as soon as I went home، بمجرد ما رحت البيت I realized، للمرة التانية فعل إدراك، قبله ماضي بسيط، هنا ماضي تام، بس هنا يا جماعة مبدوء بالبيت لأن الفعل اللي في الاختيارات معناه يسرق. طب البيت يسرق ولا يسرق؟ حلو، يبقى يسرق، فهتبقى ماضي تام بس باسيف، اللي هو مين بقى؟ have been robbed. having يا إما دي، لا مفيش تاني، تصدق المفروض بدور على بين والباسبورت تسبر. حلو قوي، كلام جميل، يبقى ما تفكرش. having seen، طب having فيها الاختيارات الاثنين، فيها been accused واكيوزد. طب حلو، تعالى بقى نشوف. بيقول لك بعدما ايه اوف ثيفت، يعني بعدما اتهمت، هو عايز يقول لك كده يعني اتهمت بالسرقه، هي انفجرت في البكاء. يبقى اذا هي في الاتهام ده مفعول مش فاعل، فبقول بين accused. on ينفع معاها اتنين، سي ودي اللي هو الجيرند، او being بلس التصريف التالت، هي كده كده بيجي بعدها الجيرند. بس برضو هشوف هنا on space of theft، ده نفس الجمله اللي فوق، يعني هي مفعول في الاتهام، بس المره دي هقول being accused. 15 يا ابو الصحاب، بعد ما تصلى على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، when we had finished dinner، لما احنا خلصنا العشاء، we space out، يا جماعة مش ادي وين، وهنا ماضي تام. يا عم ما تفكرش بقى كتير، اصله طالما ماضي تام مش هيجي غيره، صدقني هو اللي لازق للماضي التام على طول، اللي هو الماضي البسيط. 16 I don't think this medicine is space that one، واللي اعتقد ان الدواء ده اكثر فاعلية. اكثر فاعلية بقى ولا فعال زي؟ طب معلش ما تركز معايا، هي is effective that one، السياق مش ماشي. ايه effective that؟ طب more effective، more عشان اختارها قبل effective عايز كلمة than. طب ما مكتوبة ايه؟ لا دي that حضرتك. طب as effective as، صدقني هو ده. طب ليه ينفعش سو effective as؟ لان الفعل اللي قبلها فعل عندي مثبت، ودي عايزة عشان اختارها يكون في نافي قبلها، فتبقى لا اعتقد ان الدواء ده، خلي بالك معايا بقى، is as effective as، يعني معناها فعال زي ده. 17 بيل جيتس از وان اوف، بيل جيتس واحد من الرجاله، ان ذا وورلد، واحد من ايه؟ خلي بالك لما اقول واحد من، يبقى واحد من جمع، طب مش عشان كده انا قلت من، بس واحد من اشهر الرجال في العالم. وعندي كلمه فيمس صفه طويله، وانا بفاضل ماشي او بقول ان واحد من مجموعه، يبقى وان اوف ذا موست فيمس من. ركز بقى معايا كويس قوي في اللي جاي، مكملين احنا. الجمله رقم 19 بتقول لك English is the space of the two foreign languages than we study، بقول لك الانجليزي هو الايه في اللغتين الاجنبيتين اللي احنا بندرسهم. طب انا مش حاطط كلمه ذا، ماشي، طب ايه رايك بقى ممكن نستخدم ذا ايزير؟ يا مستر بس ذا ايزيست ده معروفه. لا، ما هو عشان انا بتكلم عن كام لغه؟ اتنين بس، فبقول ذا ايزير. وده شرط، خلي بالك استخدام كلمه ذا بالصفه خيرها ار اذا كان فيما بعد النقاط بيعبر عن اثنين فقط لا غير، في دي اسمها كومباراتيف او مقارنه. 20 شرم از سبيس فانتاستيك، اي لايك ات تو ماتش، شرم ايه فانتاستيك، خلي بالك معايا بقى، اي لايك ات تو ماتش، بحبها جدا. طيب انا عايز اقول رائعه، خلي بالك بقى، رائعه جدا، يبقى انا هقول ايه؟ اقول از مور فانتاستيك ولا از موست؟ طب على فكره ممكن استخدم موست يا مستر من غير ذا، جدع. لو كان قبل النقط هنا اس الملكيه، صفه ملكيه او رقم ترتيبي، يبقى انا بقول موست من غير ذا، لو كان الكلام ده قبل النقط دي. 21 اي كانت كاري ماي باج، مش عارف اشيل الشنطه بتاعتي، اتس ماتش سبيد ذان يورز. ماتش ايه بقى؟ هتبقى ماتش هيفير. ليه؟ علشان خاطر في ار ثم ذان. امال ايه ماتش دي؟
ماتش دي اسمها يا جماعه كوانتيفاير، يعني محدد لمقدار الثقل ما بين اتنين. طبعا كلمه ماتش جايه للمبالغه، انا اقول اثقل بكثير، ممكن اشيل كلمه ماتش احطها لوت فار برضو معناها بكثير. طب انا لو عايز اتقل بشويه صغيرين اقول بقى ابيت او اليتل او سلايتلي او كوايت او راذر، كل ده بمعنى بقليل. 22 يور سوفا اللي هي الكنبه بتاعتك isn't space comfortable as، واخد بالك بقى ان في نفي هنا، يبقى ده خليني احط كلمه مين سو الصفه as، سهله وقديمه ومعروفه عادي. 23 ماي لابتوب، لابتوب بتاعي از سبيس فاست از ذا نيور موديلز. طب انا معلش بقى هنا الجمله دي، الجمله دي تساوي بس في صيغه الاثبات، فده خليني اروح على مين؟ على از. على فكره في النفي يا جماعه انا ممكن اقول از وسو عادي، بس هو الراجل طبعا ما جابش في الاختيارات كلمه از، جاب لي سو. هنا جمله مثبته فحطيت كلمه از بما ان في فاست از. 24 this street is space as ours، الشارع ده ايه زي شارعنا، واخد بالك انت بقى من is. طب انا كم حل ينفع؟ ممكن اقول as with as، بس ينفع as with؟ طب على فكره غلط، ما ينفعش as with، لان as و as being ما بينهم الصفه، امال with دي مين؟ دي اسم. يبقى نخليها the same with، صحيحه، لان the same كده كده بيجي بعدها الاسم من الصفه. طب يعني ايه same with؟ هي ماشي مفيش مشكلة، هي دي نفس دي، بس انا same عندي ضروري او ان انا استخدم قبلها the، استخدم قبلها مين؟ the يا جدعان، وركز معايا الله يبارك لك. 25 by 2035 scientific space for age which read the use by date on milk. طب معلش بالله عليك، وانت لما بتشوف by وبعدها ظرف مستقبلي فاكرها احنا كنا واخدينها في الوحدة ال 11؟ لا، كانت موجودة في الوحدة التالتة في ازمنة المستقبل، ده اسمه perfect future، مستقبل تام، وده بيعبر عن وقت انتهاء الحدث او وقت تمام الحدث او وقت اختتام الحدث، فده خليني اروح على will have invented، هيكونوا اتم اختراع. 26 مها will buy this laptop as it is a bargain that it is a، الجملة دي بتعبر عن ايه؟ لما يجي يقول لك ان انا هشتري اللابتوب ده لانه صفقة، صفقة يعني حاجة تمنها رخيص او ارخص مما تستحق مثلا، خلاص ده قرار سريع، الحق بقى قبل ما غيرك يشتريه. 27 ده دوربيل، جرس الباب بيرن، ممكن تفتحه، ده اسلوب طلب، صح يا جدعان؟ اسلوب طلب، يبقى will you open. 28 they space camping along the shore they have prepared، ولا مش prepare يا جماعه، يبقى انا عايز مين في ازمنه المستقبل؟ البريزنت كونتينوس، صح، يبقى هختار على 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 are going camping. في جيروند هنا مستر تاني ليه؟ لا، ما اصل الفيرب جو اصلا كفعل اساسي بيجي بعديه جيروند، وخلي بالك حضرتك. 29 ذا فاينل فوتبول ماتش، مباراه كره القدم النهائيه ات 8:15 او 8:50 بي ام تومورو. طب معلش، مباراه كره القدم والمسلسلات والمسرحيات والافلام ووسائل المواصلات، موقيت العمل، الصلاه، الدروس، مش كل ده يا جماعه تايم تيبلز؟ حصل يا باشا. طب تايم تيبلز يعني ايه؟ زمني، زمني زمن present simple اهو، ولا تزعل نفسك ماشي يا جماعه، لانه طبعا الفعل هنا مفرد فحطيت اس. 30 بيقول لي my cousin is space back from USA naked Thursday morning، اليس هذا تحديدا؟ هو كده مش محدد لي عوده ابن عمي من امريكا؟ محدد. طب طالما محدد present continuous are coming فله. 31 بقى where is space your weekend، ايه ده؟ وانت هتقضي فين نهايه الاسبوع؟ نهايه الاسبوع، يعني هو بيحدد لي كمان انت ايه؟ انت هتقضي فين؟ يبقى معلش 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 يا مستر ار يو سبيندينج، عشان في عندي هنا تحديد او ترتيب، بسالك عن الوقت انت مرتب فيه تقضي الاجازه. 32 the governmental building، المبنى الحكومي ده is old and checked cracked I'm sorry cracked يعني مشرخ يا جماعه. I think it، اليس هذا بقى تنبؤ بدليل؟ او تنبؤ بدليل، يبقى is going to fall. 33 حازم is a genius at math، يعني هو عبقري في الرياضة. I think he، لا هو انت طالما شفت I think اوعى بقى تتسرع وتقول will غير لما تفكر في الحتة دي. بتوع الانجليزي قالوا لي ان الصفات الشخصية تعتبر ليست دليلا، وعلى اساس كده هختار كلمة will. انت مستنيني طبعا اقول is going to، لا ده لما يقول لي صفة مؤقتة يبقى اقول is going to، خاصة في وجود كلمة think. صفة مؤقتة زي ايه؟ يعني مثلا يقول لي حازم is hard working, straining hard,
is studying hard. الحاجات دي يا جماعه حاجات مؤقته، انما لما يقول لي جينيوس دي صفه شخصيه وعلى اساسها هختار ويل سولف اللي هي يعتبر مشهوره مع فين. 34 which of the following is punctuated correctly. حته بقى punctuation، اي من دول البنكتويشن بتاعها صح. certainly you are right، certainly you are right، certainly you are right. طب نبدا من الاخر، ما ينفعش دي عشان مش حاطط هنا فول ستوب، ما ينفعش دي عشان حاطط هنا فول ستوب وبعدين ما حطش هنا فول ستوب، ما ينفعش دي لان المفروض certainly لفظ لشد الانتباه فبفصل بينها وبين الجمله بكما، فهتبقى الاولى هي اللي صح. 35 which of the following is punctuated correctly، ايا منهم برضو البنكتويشن بتاعها صحيح. يقول لي بقى مؤمن، يقول لي to get up early you should sleep early، to get up early you should sleep early. طب هنا غلط لحاجه، ما فصلش ما بين الجملتين دول. طب هنا to get up early you should sleep early، طب ليه لا ما تكونش دي؟ طب to get up early you should sleep early، ايه الغلطه ايه بقى؟ ان مفيش ده كابيتال، واخد بالك انت مصحصح ازاي؟ انا كنتش واخد بالي منها عموما، بس زي الفل. ربك كريم بقى، عشان خاطر الحرف الاول ده سمول المفروض يبقى كابيتال، او الحرف الجمله زي ما انت عارف البنكتويشن. نفس الكلام في دي، خلاص اللي هو ايه الحرف سمول. ايا من الجمل اللي جايه دي هاز كوريكت كاما، فيها الكاما صحيحه. الكاما ده يا جماعه اللي احنا بنحطها فين، فوق ولا تحت؟ لا الكاما دي حضرتك تبقى تحت، امال اللي فوق اسمها ايه؟ اسمها ابوستروفي. تايدي يور روم علا، ماشي على فكره تمشي، على فكره هي دي الصح. طب تايدي يور روم علا، الكاما ما تجيش هنا يا جدعان. طب تايدي يور روم، ايه يا عم الحاج انت بتفصل روم عن ايه؟ هو ده خلاص قلنا الثانيه يا جماعه هي الاجابه الصحيحه. الاجابه اللي يا شباب الصحيحه. طب تعالى بقى كده نشوف تيست سريع كده على الوحده او على الثلاث وحدات اوفرول، تمام؟ بقول لك is someone who is very interested in something and spends a lot of time doing it. يبقى ده راجل 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 راجل. ايه بقى ده؟ بيقول لي ده بيقول لي addict، انا مدمن للشيء، ما فيهاش addiction. ما هو ما كانش قال لي someone، ماشي، مع ان انا برجح قوي ان الكلمه دي تبقى addictive افضل بكتير. اتنين the word illustrate، كلمه illustrate is a verb، هي فعل، ولكن the word illustrative يا جدع انت لما تلاقي تيف دي في اخر الكلام اعرف انها ادجكتيف على طول، زي كلمه اكسبنسيف كده. The mother space her baby with a blanket to save them from any danger. يبقى الام عملت ايه في طفلها؟ في طفلها المفروض كلمه تو سيف، احنا مش عارفين مذكر ولا مؤنث، تصدق يعني المفروض كان حط هيم او هير مثلا، بس انا ما اعرفش الطفل ده مؤنث ولا مذكر، فالجمله كده صحيحه. المهم عملت ايه في الطفل؟ يبقى surrounded معناها احاطته، لفته، حوطته بالبلد يا جماعه كده. الجمله الرابعه is a state in which all your weight is evenly spread، ماشي يا جماعه، so that you don't fall. بيقول لي هو حاله اللي فيها الوزن بتاعك منتشر بشكل كويس، الاثقال يعني متوزعه كويس على المكان، فده اسمه يا جماعه بالانس اللي هو التوازن. الجمله رقم خمسة بتقول لي she is 66 and he is، والله العظيم يا جدع هو بس في شويه اخطاء كده يعني. بص she is 66 and المفروض ده اقول هي صراحه، ليه بقى؟ لان هو عنده 66 سنه وما زال بيشتغل space retirement age. انا بقول يا جماعه beyond، beyond يعني بعد سن التقاعد. ستة بيقول لي سليم has decided to learn how to space different kinds of music recently. طيب يبقى هو اتعلم ان هو اقر انه اتعلم انه يعمل ايه في انواع مختلفه من الموسيقى. انا بقول بلاي يا جماعه اللي هي بمعنى يعزف. طب سبعة to take action or make changes that you have officially decided should happen means، بقول لك انك تاخد اجراء او تعمل تغيير، ماشي، انت مقرره بشكل رسمي، ده المفروض ومفروض يحصل يعني. استو معناها implement معناها ينفذ. having خلاص نفس الفكره طبعا عارفينها، يا اما تصريف ثالث يا اما بين، مفيش بين طبعا فبختار done. no sooner في اول الجمله يا جماعه زي ما انتم عارفين، لما يجي بعدها past perfect بيجي على شكل سؤال، على شكل يا جماعه سؤال، اللي هو مين بقى، اللي هو had he checked. الجمله العاشره بقى بتقول لي محمد has just decided that he space the phone. ايه رايك في كلمه just decided دي؟ هو احنا كده كده عارفين decide كلمه داله على present، ايه على الفيوتشر، اسف، او على النير فيوتشر المستقبل القريب اللي هو ده،
بس انا لما اقول لي جاست ديسايدد قرر حالا ده يا جماعه كانها قرار سريع. انا اول ما شافه راح جاي مقرر على طول ان هو يشتريه، فاختار كلمه ويل باي. وخلي بالك جاست ديسايدد او ديسايدد ناو يعني معناها ويل. 11 اي لايك ذا تشيرت، انا بحب التيشيرت ده، اي سبيس باي ات، قرار سريع، اي ويل باي ات. طب يو هاف تو ترين ويل، لازم تتدرب كويس، اور يو، خلي بالك معايا ده اسمه بقى اسلوب ايه؟ اسلوب ايه؟ اسلوب تحذير. ماشي، طب تحذير بقى، اور يو سبيد ذا ماتش، اور يو وانت تو وين، والا مش هتفوز بالمباراه. ان التحذير يا جماعه بيكون بويل في الاساس. ماي سون ادهم، بيقول لي ابن ادهم هيكمل 10 سنين ماشي نيكست نوفمبر، طبعا دي فيوتشر فاكت، حقائق مستقبليه، فهتبقى عندي ويل بي. 14 which of the following is punctuated correctly، يعني معمول لها البنكتويشن صح. Do your homework حمزة، على فكرة هي جملة أمرية ها، بس في غلط عندي إن جالي حمزة small الاتش بتاعته. طب do your homework حمزة، حمزة هنا كابيتال، بس المشكلة دي جملة أمرية، ما هي السؤال، عشان محدش يا جدعان يتلخبط أو ينخدع بإن ده دو ودو يعني معناها يعني ها. لا يا باشا، لما تلاقي عندك ماشي do your homework والجملة قصيرة كده، إنما do مثلا تلاقي do بعدها فاعل وبعد الفعل أساسي، حوار كده في تركيبة السؤال أكيد أنت عارفها، يعني إن أنا بعد الفعل المساعد do بحط فاعل ثم فعل أساسي ثم مفعول، إنما اعمل واجبك خلاص، مش ينفع فيها علامة استفهام أو question mark، فهتبقى سي عندي هي اللي صح، ودي غلط طبعا عشان علامة الاستفهام منفصلش هنا وما حطليش كابيتال. ماشي، تعال بقى نروح على الستوري، وبيقول لك be proved to be brave in many situations mention to، بقول لي الواد بيب اثبت ان هو شخصيه شجاعه في اكتر من موقف، اذكر لي اتنين، اذكر لي اتنين. طب بص، رقم واحد رقم واحد رقم واحد، when he saved، لما انقذ miss Havisham from fire، فاكر انت ده لما انقذها من الحريق، او when he put out the fire with his own jacket، لما اطفئ النار بالجاكيت. ادي موقف، الموقف الثاني بقى عمل ايه، تقدر تقول بقى when he decided، لما قرر to meet، انه يقابل، هو كان اورليك بالنسبه لنا بس كان بالنسبه له شخصيه مجهوله، at the farmhouse، في البيت الريفي، فاكرين انت الموقف ده لما راح يقابله عشان قال له انا عايز حاجه مهمه وبتاع، فده يعتبر شجاعه منه انك تروح مكان مجهول بس لمجرد ان حد يقول لك انا هديك معلومه هامه.